السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير. اليوم غادي نديرو هاد البسيطلات على شكل وريضه، ساهلين ماهلين. غادي نعمروهم بالكفته، هانتوما كما كتشوفوا كيجيو زوينين. بالنسبه اللي بغاهم رمضان، اللي بغاهم دابا بنادم راه كيصوم في شعبان، استعملهم. المهم البنات، هاد المقياس اللي درت نص كيلو ديال الورقه، هانتوما غادي تشوفوا شحال خرجت ليا. ساهلين ماهلين، كيجيو لذاد. المهم يلا نبداو بالمقادير. كما كتشوفوا البنات، هنا عندي بصله الخضاريه، عندي الربيع طري. من الافضل البنات نستعملوا الربيع طري. شتي البنات في هادشي ديال المملحات، هادشي العامر، من الافضل البنات نديروا الربيع طري، حيت هذاك الربيع ملي كنديروه من الكونجيلاتور كيبقى فيه الموخه كنشفوه، كتبقى الورقه ولا العجينه ديالنا كتبقى ميه. المهم كما كتشوفوا عندي هنا جوج بصلات خضاريين كبار، عندي القزبر المعدنوس، درت الزيت، درت الملحه. غادي نستعمل، غادي نتسناهم حتى يذوبوا مزيان، نتسناو البصله ديالنا حتى تهبط كما شفتوا. بعد ما هبطات ليا البصله، غادي نضيفوا البنات. عندي جوج كورجيطات، جوج جزرات. المهم اي حاجه درتو، انا درت غير الكورجيط والجزر. هانتوما كتشوفوا عندي جوج كورجيطات، جوج جزرات، قطعتهم بحال هكا، حكيتهم في الحكاكه. غادي نخليهم حتى هما حتى يهبطوا البنات. غادي نزول هادي، بقات ما تحكاتش ليا مزيان. غادي نخليو البنات حتى هانتوما كتشوفوا، نزول هادي، بقات ليا غليظه. هانتوما كتشوفوا، غادي نحركهم ونخليهم البنات حتى يهبطوا ليا حتى هما. هانتوما كتشوفوا البنات، اللي عندها البوارو ديرو، اللي عندها البصله الحمراء ديرها. انا دابا استغليت الفرصه دابا ديال البصله الخضاريه موجوده تبارك الله، ما فيها باس نستغلوها حتى هي. هانتوما البنات من بعد ما هبطت لينا، انا الكفته البنات كنت جبتها من الكونجيناتور ودوبتها شويه في المقله وزولتها، حيت كما كتعرفوا البنات هي راها دايره بالزربه كطيب، والخضره ديالي بغيتها تاخذ الوقت ديالها في الطياب، بغيتها تهبط مزيان. هانتوما شفتوا هبطتها مزيان، انا كنفرتت هذيك الكفته ديالي. المهم البنات اللي بغات تستعملها بطروفه ديال الدجاج تستعملها، طروفه ديال البيبي تستعملها، الكفته ديال لادان حتى هي تجي. صافي غادي نحركو مزيان، عادة نديرو البنات التوابل ديالنا، حيت كون درنا التوابل في الاول غادي يمشي داك المذاق ديالهم، غادي يمشي حتى هبطات الخضره. وغادي نحرك مزيان ديك الكفته، غادي نمعسها مزيان. صافي البنات، وغادي نديرو التوابل ديالنا عاديه البنات، ما خرجتش من الاطار العادي. ما عنديش الصوجة، ملي تتكون عندي حتى هي كنستعملها، ما بقاتش عندي. اللي بغات دير فيه الصويا صوص ديرها، اللي بغات تفادى كاع هذاك الشيء ما كي، حيت كاينين الاولاد اللي كي اللمطه ديال هذيك الصويا صوص ما كتبغيهمش، ما نستعملوهاش. المهم اللي عنده يديرها، اللي ما عندوش ما يستعملهاش. هانتوما كتشوفوا كنحرك مزيان وكنخلط كل شيء. الخضره ديالي هي نزلات ليا مزيان، هانتوما شفتوا نفرتو هذيك الكفته، حيت كتبقى لينا حبيبه، كتبقى مجموعه خاصها تفرتت. هانتوما كتشوفوا نفرتتها مزيان. صافي من بعد ما سديت عليها حتى خليتها حتى هانتوما، خاص الخضره ديالنا تذوب. غادي نديروا الخرقوم كما قلت لكم البنات، العطريه العاديه. اللي بغات دير شي اضافه ديرها. نسيت ما قلت لكمش البنات، سميتو راه درت في الاول مع سميتها، حكيت واحد جوج دروس تاع الثومه، جوج دروس ديال الثومه حتى هما كيجيو كيعطيو واحد النسمه زوينه. هانتوما كتشوفوا درت هنا معلقه ديال السكينجبير، غندير هنا معلقه كبيره ديال البابريكا، ديال الفلفل الاحمر الحلو. ما غاديش نستعمل البنات البزار حيت غادي نستعمل الهريسه. هانتوما شفتوا درت معلقه كبيره ديال الهريسه. صافي البنات، اللقامه ديالنا العطريه ديالنا عاديه، وكتجي مذاق البنات رائع. غادي نحركو مزيان حتى تندمج لينا العطريه مع الحشوه مزيان. وغادي نضيفو واحد ثلاثه الفرماجات متلتين، غادي نديرو الفرماج المثلث.
كيعطي واحد التعليكه واعره. ما بغيتش ندير الفرماج الاحمر، هاد الفرماج مثلثات البنات غير جربوا الاخوان والاخوات. عندي تبارك الله مابونين عندي حتى الدراري حتى الرجال، غادي نبقى نقول خوتي وخواتاتي. ها نتوما كتشوفوا غادي نخلط مزيان حتى الحشوه ديالي تشرب لقامه. ها نتوما البنات راه شفتوا صافي، وغادي نحطوها جانبا تبرد، وغادي نمشيو نوجدوا الورقه ديالنا. كما قلت لكم الورقه خديت غير نص كيلو، غادي تشوفوا خرجت لي كميه لا باس بها، زعما زوينه كميه زوينه، حيت درتهم شويه كبار. اللي بغيتو ديروهم صغار ولا شي حاجه غادي تخرج لكم الدوبل. ها نتوما شفتوا دابا من بعد ما خدات وقتها في الطياب وندمجوا العناصر كلهم، نضيفوا ثلاثه الفرماجات مثلثين. كنفضل انا الفرماج مثلث على الاخر، كيعطي البنات واحد المذاق وتعطي واحد التعليكه رائعه. ها نتوما كتشوفوا غادي نحرك دابا بالفرشيطه باش ما تلصقش لي، باش ما يلصقش ليا الجبن ديالي في العاشق. انتما كتشوفوا نحرك حتى تندمج كلشي العناصر صافي، وغادي نحطهم جانبا حتى يبردوا عاد نبداو الخدمه. صافي غادي نحرك، صافي انتما كما كتشوفوا خصني كلشي يندمجوا العناصر كلهم. هانتوما شفتوا جربوا البنات هاد المثلثات كيجي فن، كيعطي واحد المذاق رائع، كيعطي واحد المذاق زوين. انا جربته وما بقيتش كنستعمل الفرماج احمر. هانتوما كتشوفوا خصو يدوب، انا كندوب فيه بالفرشاط صافي. اي حاجه عطيوها الخاطر راه كتعطيكم النتيجه زوينه. غير بشويه نتسناو حتى تهبط لينا البصله، نتسناو حتى تهبط لينا الخضره، ماشي نزربوا حيت الورقه راها طيبه. ما هانتوما البنات انا بديت خديت زلافه ودهنتها، مشى ليا واحد المقطع ودهنتها البنات بالزيت فيه الفلفل الاحمر بابريكا. هانتوما البنات راها ساهله، كنطويها بحال هكا. هانتوما شوفوا ساهله ساهله، طريقه سهله وزوينه. خوتي خواتاتي انا ما كنخزنش في رمضان، ما انا ضد هذيك الفكره ديال نخزن، نخدم كميه كثيره ونخزنها. هانتوما شوفوا كنعقدها كندورها ندورها صافي، وكنسرح صافي. البنات ما كندير، البنات ما كندير لا دقيق لا حتى شي حاجه، غير كندهن بالزيت وكنسد لمطها من التحت. هانتوما كتشوفوا غير كندهن بالزيت دوك الشناتف، هانتوما كنلمطها صافي، ما كتحل ليا ما والو. كيعجبنيش الدقيق بحال كي بحال كتجي شويه من التحت قاصحه. هانتوما غير كتشوفوا كندهن هذوك هذوك الشناتف ديالها تيكونوا ناشفين صافي، وكنلمطها صافي، وكنحطها في المول ديالي. ما كنبغيش نحطهم مباشره في الطاوه، كنحطهم في دوك لي مول ديال البسبوسات ولا ديال الطارتوليت ولا اي مول عندك. هانتوما كتشوفوا صافي ساهلين ماهلين، شفتوا معايا البنات صافي. وكندهن كنعطيهم داك، كنعطيهم غير الزيت فيه التحميره باش يعطيوني داك اللمعان صافي. ما درت لا زبده، ساهلين ماهلين، ما درت لا زبده لا دقيق لا حتى شي حاجه. هانتوما غادي نحطهم دابا في ليمول ديالي صافي. وهانتوما شفتوا في الاول راه ملي طابور ما تحلو حتى شي حاجه. غادي ندير معكم واحده اخرى صافي، غادي ندهن غير بالزيت فيه الفلفل الاحمر. نتوما كتشوفوا غندهن ساهلين، هادو ديال البريدات كيجي فيهم واحد المذا، كيجي فيهم منظر زوين. كندهن صافي، نحط في الزلافه ديالي، وكما قلت لكم كنعقدها بحال من التحت، كنشدها من التحت وكندور بحال باغا نعقدها. وكت نتوما شفتوا معايا ساهلين ماهلين. كما قلت لكم انا راه ضد هذوك التخزينات ديال رمضان، ما كنخزن لا ليمون لا فريز لا مطيشه لا جلبانه، كل حاجه كناكلها طريه. وفي رمضان البنات والولاد في رمضان كل نهار ورزقه، ماشي نمشي انا نبقى نجمع في الكونجيلاتور، نجمع الحوت، نجمع كل نهار ورزقه كل نهار. شنو غادي نشهى؟ احنا كنضلوا غير قاسين، واصلا رمضان شهر العباده،
ماشي نبقى انا غير نتفكر بنادم اللي ما عنده باش يفطر، اللي ما عنده باش يدير، وندير الخير ونصدق ونعطي، ماشي غير نجلس نخزن وما نتفكرش الناس اللي ما عندهمش. لا، في رأيي انا بعد بحال هكا ما كنخزن حتى شي حاجه. هانتوما كتشوفوا كنتني لتحت، ومنين نبغي نخزن البنات نتفكر الناس اللي ما عندهمش، هذاك الشيء اللي غادي نمشي نخزنه نقسمه مع الناس اللي ما عندهمش. كاينين الارامل، كاينين اللي عندها مسكينه الراجل ميت، كاينه اللي عندها مطلقه عندها وليدات، كاينه اللي راجلها في السجن، كاينه ايه وحشومه. نبقاو حنا غير نوريو نخزن وجارتنا هنا، جيراننا حدانا ولا شي حاجه ساكن ما عندهمش وحنا مخزنين. لا، انا ضد هذيك الفكره. هانتوما شوفوا البنات، احنا درناهم في لي مول هادو كيبقاو زوينين وكيبقاو محافظين على الفورمه. من الاحسن معاهم اصلا كيطلقوا داك الزيت، من الاحسن نديرهم هنايا. هانتوما شو البنات، من بعد ما دخلناهم الفران وطابو او ما خرجتهم، درت لهم غير شويه الفرماج حمر. هانتوما شو البنات، ما تحلو ما حتى شي حاجه، شفتوا معايا شي كتيجيو. هانتوما شفتوا، عرفتي البنات راه القرمشه ما نقولش ليكم. هما البنات خرجوا لي 7 و8 راه تكالت، هما خرجوا لي 8، خرجوا لي 9 البنات اللي خرجوا لي. هانتوما شوفوا البنات القرمشه، شفتوا انتي راك تسمع الصوت رائع. خرجوا لي المهم البنات 9 ديال هاد سميتو، مخلاونيش نصور قبل ما نصور كلوهم. المهم البنات بالصحه والراحه.